السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني بعض الإخوان اللي كيعملوا الرياضة، كيف ما وعدتهم أنني نقدم لهم وصفات للزيادة في الوزن، وصفات صحية لبناء العضلات. وهذه الوصفة هذه أيضا كتزيد في الوزن وكتسمن، يعني حتى بالنسبة للأخوات اللي بغاو يزيدوا في الوزن يمكن لهم، إلا عندهم يعني الاستطاعة أنهم يحضروا هذه المكونات، يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفة هذه، لأنها وصفة معروفة جدا بالزيادة في الوزن بالشكل الطبيعي وبناء العضلات. هذه الوصفة هذه كيف ما كتشاهدوا مكوناتها كلها مفيدة جدا، وأيضا مكون ديال الشوفان. بزاف ديال الأخوات اللي كيبغيو يعرفوا بأن الشوفان كيزيد في الوزن أو كينقص، الشوفان كنستعملوه في كلا الحالتين، كيتزيد في الوزن وأيضا كيتستعمل وصفات لتخسيس. المهم كيفية الاستعمال وطريقة أخذ الوصفة. بالنسبة لهذه الوصفة هذه طلبوها مني العديد من يعني الإخوان اللي كيعملوا الرياضة، بغاو وصفات لبناء العضلات أيضا كتمدهم بالطاقة. هذه الوصفة من ضمن العديد من الوصفات إن شاء الله اللي غادي نطرح لكم أخواتي إخواني للزيادة في الوزن بشكل طبيعي وآمن. مكونات هذه الوصفة كيف ما كتشاهدوا مكونات رائعة، وكلها طاقة، كلها سكريات، كلها يعني غادي تمدنا بواحد الطاقة، واحد الحيوية خلال اليوم. بالنسبة للمكونات كيف ما كتشاهدوا، غادي يحتاجوا 3 الحبات ديال التمر، وغادي يحتاجوا مقدار معلقة كبيرة ديال القرقاع، وايضا مقدار معلقه كبيره ديال اللوز، وايضا الشوفان، خرطال، هذا هو الشوفان، وغادي نحتاجو حبه موز. بالنسبه للطريقه غادي تشاهدوا معايا كيفاش نحضروا الشوفان بالحليب اللي عمل هذه الوصفه على بركه الله. غادي نعود لكم استسمح نعود لكم غير المكونات. غادي نحتاجو 3 الحبات ديال التمر منزوعه النواه، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال القرقاع يعني الجوز، ومعلقه كبيره ديال اللوز، وغادي نحتاجو واحد الحبه ديال الموز، وغادي نحتاجو كاس ديال الحليب، وغادي نحتاجو 2 المعالق كبار ديال الشوفان. بالنسبه للطريقه تبعوا معايا اخواتي اخواني. كيف ما كتشاهدوا غنوضعوا واحد الكسرونه نديروا فيها كاس ديال الماء ونخليه حتى يبدا يغلى، ومن بعد غادي نضيف الشوفان ديالي، غادي نضيف 2 المعالق كبار ديال الشوفان. وغادي نخليه واحد المده حتى يبدا يغلى، ومن بعد غادي نخليه مع التحريك طبعا. بالنسبه لطريقه تاع التحضير ديال الشوفان، كل يعني كاين بزاف ديال الطرق، كاين اللي كيطحنوا مع الحليب هكا، كاين اللي كينقعوا في الماء، وكاين امن طريقه يعني الا كان الشخص كيتصاب بالمعده او عنده مشكل في المعده، هذه الطريقه السليمه. يعني كنضيفوا كاس ديال الماء حتى تيولي غليان، وكنضيفوا عليه 2 معالق ديال الشوفان، وكنخليه حتى يقرب يشرب هذاك الماء، ومن بعد كنطفيو عليه وكنضيفوا الحليب ديالنا، وايضا المكسرات ديالنا اللي لاحظتوا، والحبه ديال الموز. بالنسبه لطريقه التقديم غادي تلاحظوها معايا، غادي تشاهدوها معايا في اخر الفيديو. ونخليه حتى يشرب شويه الماء ونعاودو نرجعو. كيف ما كتشاهدوا غادي يصبح بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الحليب ديالي، يعني كاس ديال الحليب، فاش غادي يقوم الغليان غادي نرجع لكم اخواتي اخواني. كيف ما كتشاهدوا فاش غيغلى لينا الحليب ديالنا، غادي نطفيو النار على هذا الشوفان هذا، ومن بعد نوريكم الطريقه النهائيه. كيف ما كتشاهدوا اخواتي، هذا هو الشوفان ديالي فاش طيبته، ومن بعد دابا غادي نضيف ليه الموز ديالي. يمكن الاخوات اللي ولا الاخوه اللي بغاو يطحنوا هذه المكونات يخليو الشوفان حتى يبرد شويه، ومن بعد يطحنوا
هاد المكونات يمكن لكم تناولوهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف قطع ديال التمر ديالي، يمكنكم تستعملوا الطريقة اللي تحبوها، غير بغيت نشارك معكم الطريقة اللي ترتاحوا فيها. يمكن لكم تستعملوا بها هاد، نضيفوا اللوز ديالنا كيجي لذيذ جدا، كيجي لذيذ بزاف وفيه الطاقة. يعني مكونات ديال هاد الوصفة فهي جد رائعة، وأيضا كتعطينا واحد القوة طبيعية، عضلات بناء عضلات بشكل طبيعي. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا. يمكن لكم تناولوها بأي طريقة حبيتوا، أنا حبيت نقدمها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوه اللي بغاو يطحنوها دائما نخليو الشوفان حتى تيبرد، ومن بعد ناخذ الوصفه ديالنا بالصحه والراحه. الطريقه ديال الاخ ديال الوصفه، الا بغيتوا تزيدوا في الوزن بواحد الشكل يعني سريع، شكل سريع جدا، يمكن لكم تستعملوا الوصفه جوج مرات، واللي ماشي في الامكان ديالو يمكن له يستعمل الوصفه مره واحده. بالنسبه للاشخاص اللي كيعملوا رياضه، بعد الرياضه يتناولوا هذه الوصفه هذه. بالنسبه للاشخاص اللي بغاو، الاخوات والاخوه اللي بغاو يزيدوا في الوزن، يمكن لهم يتناولوا هذه الوصفه هذه بعد الوجبه، بعد اي وجبه رئيسيه خلال اليوم. ولا بغيتوا تاخذوها جوج مرات، نقدروا ناخذوها بعد الفطور مباشره وبعد العشاء مباشره. المهم تناولوا هذه الوصفه هذه بعد الوجبه الرئيسيه لك، باش تكون وصفه مكمل غذائي، يعني وجبه نزيدوها على الوجبات الرئيسيه ديالنا باش تكون مكمل غذائي. كنتمنى منكم اخواتي اخواني هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتستعملوها، خاصه الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن وايضا بغاو يبنيو العضلات ديالهم. وهذه الوصفه هذه يمكن نعطيوها حتى بالنسبه للاطفال ديالنا، تجي لذيذه جدا ونتناولوها بالصحه والراحه. يمكن لكم كيف ما ذكرت لكم اللي عنده الامكانيات يستعملها جوج مرات في اليوم، او اللي يعني بغى يستعملها مره واحده، فكلا الحالتين كتعطي النتيجه. كنتمنى من الاخوان والاخوات اللي جربوا هذه الوصفه هذه يشاركوا معنا. دائما دائما كنطلبكم تشاركوا معنا النتائج في التعليقات، جزاكم الله خير، باش تكون المصداقيه وتكون يعني الناس يزعموا انهم يجربوا هذه الوصفه هذه ديال الشوفان بالحليب والمكسرات، فهي جد رائعه وما كتحتاجش مني انني ناكد عليكم. شوفان مع الحليب، يمكن لكم تبدلوا المكونات على حساب الامكانيات. اللي ما عندوش الجوز يمكن له يدير عيل لوز فقط، اللي ما عندوش اللوز والجوز يمكن له يدير السمسم، يعني يمكن لكم تمشيوا على حساب الطاقه ديالكم باش تقدروا انكم تداوموا على الوصفه. وبالنسبه للوصفه كيف ما دائما كيسولون الاخوات شحال خصنا ديال المده، المده دائما دائما كان يعني ما كيقدر حتى شي شخص انه يحدد المده، على حساب المداومه وعلى حساب الحاله النفسيه وعلى حساب كيفاش خديتي الوصفه، واش التزمتي بها او لا. المهم دائما كنوصيكم انكم تلتزموا بالوصفه وتساعدوها بالرياضه وتساعدوها بالتغذيه الصحيه دائما، باش ناخذوا يعني الوصفه تعطينا افضل النتائج. كنتمنى منكم اخواتي اخواني، الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيع ديالكم فما تبخلوش عليه بالتشجيع ديالكم، ومرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، وهناك دائما مزيد وصفات اخرى الاخوان اللي طلبوها مني، وحتى بالنسبه للاخوات هذه الوصفات هذه كيستعملوها نساء ورجال، ويمكن لينا دائما نعطيوها الاطفال ديالنا، ولكن دائما كنعطيوهم نصف الكميه. كنتمنى منكم ما تنساونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، ومرحبا بكم دائما على قناتكم نجرب حكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى.